مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا بكم. برنامجنا برنامج حروف وكلمات من قناة شهاب الفضائية، وحلقة جديدة وحروف جديدة وكلمات جديدة حنتعلمها حلقتنا اليوم مثل ما عودناكم بالحلقات الفاتنة. زين، خلونا نبلش نعرف الأحرف اللي نريد نتعلم بها، وبعدين نرتب كلماتنا وفق الأحرف اللي عندنا بالبداية. خلنا نشوف الأحرف شنو عندنا. أول حرف هو حرف الألف. حرف الألف خليناه هنا. خلينا نشوف شنو الأحرف الثانية والثالثة اللي وياه ممكن تفيدنا ونرتب بها كلماتنا. الحرف الثاني اللي عندنا هو حرف الضاد. حرف الضاد خليناها هنا، حرف الألف وحرف الضاد. زين، بقى حرف واحد، وين ممكن أو شنو ممكن يكون؟ أما الحرف الأخير والحرف الثالث هو حرف الراء. صار عندنا ألف ضاد راء، ألف ضاد راء. زين، هنا هسه عيدكم تفكرون وياي، شنو ممكن نرتب من كلمات بهاي الثلاث أحرف؟ شنو ممكن نرتب بيها؟ نجيب الراء بالبداية، نخلي الألف بالنهاية، نخلي الضاد بالبداية. خلي نشوف شنو من أحرف عندنا. عندنا أول حرف بالكلمة الأولى اللي هو حرف الراء. حرف الراء، خلينا نشوف شنو الحرف الثاني اللي ممكن نضيف الحرف الراء حتى يكون لنا كلمة حلوة. الحرف الثاني اللي عندنا هو حرف الضاد. حرف الضاد صار عندنا راء وضاد، راء وضاد. بقى حرف واحد وأخير اللي هو عفية عليكم حرف الألف. جبنا حرف الألف وخليناه هنا، وصار عندنا كلمة رضا. كلمة رضا يعني رضا الوالدين اللي لازم نكسبه وما نأذيهم حتى دائما يكونون راضين عنا. خلي نشوف الكلمة الثانية اللي عندنا شنو. أريدكم تفكرون وياي أكثر وأكثر حتى نقدر واحد يساعد الآخر ونكون كلمات حلوة ونستفاد منها. خلي أروح أجيب أول حرف. أول حرف عندنا بالكلمة الثانية هو حرف الضاد. جبنا حرف الضاد وخليناه هنا. زين، الحرف الثاني اللي نضيفه لازم شنو هو؟ شنو ممكن يكون؟ شلون راح نستفاد من عنده؟ فكروا وياي، فكروا وياي. إيه، عفية عليكم، الحرف الثاني هو حرف الألف. خلي نروح ونجيب الألف ونخليه يم صديقة حرف الضاد. صار عندنا ضاد وألف، ضاد وألف. بقى حرف واحد وأخير، شنو هو؟ شنو هو؟ عفية عليكم، حرف الراء. نجيب حرف الراء ونخليه هنا، صار عندنا كلمة ضار. كلمة ضار أي بمعنى الشيء اللي يضر. أوكي، خلي نوخر الحروف ونشوف كلمتنا الثالثة شنو ممكن تكون. فكروا وياي أكثر حتى واحد يساعد الآخر، أنا أستفاد وأنتوا تستفادون. خلي أروح أجيب أول حرف من الكلمة الثالثة. أول حرف بالكلمة الثالثة هو حرف الألف. جبنا حرف الألف وهاي الهمزة مالتها مخليناها حتى نستفاد منها. ليش؟ لأنه باللفظ ممكن نحتاج إحنا الهمزة. الحرف الأول بالكلمة الثالثة هو حرف الألف. شنو نضيف له من حروف حتى يكون لنا كلمة مفيدة؟ فكروا وياي شوية. إيه، هو لقيته، حرف الراء. خلي أجيب حرف الراء. هذا حرف الراء خليناه. زين، بقى حرف واحد وأخير، شنو ممكن يكون؟ شنو ممكن يكون؟ حرف الضاد. أحسنتم، جبنا حرف الضاد وخلي أجيب النقطة مالته، وهاي النقطة مالته أيضا جبناها، صارت عندنا كلمة أرض. كلمة أرض، كلمة أرض اللي هو كوكب من الكواكب السبعة اللي موجودة بمجموعتنا الشمسية واللي إحنا نعيش عليها كبشر. زين، خلصنا اليوم كلماتنا وتعلمنا أحرف وكلمات جديدة من أحرف جديدة اللي هي حرف الألف، حرف الراء وحرف الضاء. أول كلمة كانت عندنا رضا، والثانية بار، والثالثة أرض. اللي أطلبه من عندكم إنه تكتبون الكلمات اللي تعلمناها اليوم وترسلونا إياها وين؟ على مواقع القناة، أو أنتوا تكتشفون كلمات جديدة بالأحرف اللي تعلمناها اليوم وترسلوا ليها أيضاً على موقع القناة حتى نتشارك بالمعلومات. أشوفكم بالحلقة الجاية. باي باي.